هات وريني. خلي بالك في عزومه على العشاء النهارده، اوعى ما تجيش. ما انا عارف يا عمو جاي. شكلك كده مش جاي. مالك يا طلعت؟ انا عندي ميعاد بس مهم هروح اخلصه واجي لك على طول. ماشي. انت متوتر ليه يا ابني؟ متوتر ايه؟ لا متوتر. وش اصفر ليه؟ اهو. ايه اللي فاكر الحصان ده؟ ايه اللي فاكر الحصان؟ اوعى عصيت. المرة دي جيت قبل ميعادي عشان ما تزعليش. أنا مش فاهم. معقول مش عارفين نتقابل نرجع التليفونات لبعض؟ معلش. اللي حصل بقى. اتفضل موبايلك. اتفضل. ياه. صدقني وحشني أوي. على فكرة أنا غيرت رنة موبايلك، أصلها كانت عاملة لي مشاكل في البيت. ولا يهمك. بس صدقي إن سحس كانت عاجباها رنة تليفونك أوي. سحس؟ سحس مين؟ يوه. بس سحس ده حدوتة كبيرة أوي. طب معلش انا لازم امشي. طيب انا هخسرها لك بسرعه يعني. لا بجد ما ينفعش، فعلا لازم امشي. طيب ممكن ابقى اكلمك اطمن عليكي؟ لا انا اذنك. الحمد لله حصل خير. انا اذنك. طب بقول لك ايه؟ مش هشوفك تاني؟ اللي ربنا عاوزه هيكون. عمري جوه عليك.